كثيرا من الناس إذا وقفت أمام المرآة ونظرت لنفسها لا يعجبها شكلها، وتتمنى حينها لو كانت أنحف أو أسمن أطول، بشرتها أنقى، عيونها أجمل، أنفها أصغر إلى آخره، ولسان حالها لماذا لست جميلا كما باقي من أعرفهم. هل هذا الموقف مألوف لك؟ إذا كان كذلك فأنت في المكان الصحيح. يقال أن 65% من النساء غير راضية عن أشكالها، لماذا يا عزيزتي؟ وأيضا 43% من الرجال لا تعليق. هذا الكلام جاء في دراسة طبقت على 12 ألف شخص في جامعة شابمان في ولاية كاليفورنيا. قالت الدراسة أن رضا الشخص عن شكله وجسده له دور كبير في رضاه عن حياته بشكل عام. الغريب أين؟ أن النساء حسب الدراسة رضاها عن شكلها أهم لديها من رضاها المالي أو العاطفي، يعني بالنسبة لها أن تكون جميلة أهم لديها من أن تكون غنية أو سعيدة عاطفيا، تخيل. أما بالنسبة للشباب رضاهم المالي أهم عن رضاهم عن أشكالهم وفق الدراسة. بالفعل نحن كشباب نفضل الرضا المالي أكثر. أحمد يصفق من جانب الكاميرا. فما رأيكم أن ننظر للموضوع من زاوية مختلفة؟ سنجعلك تحب شكلك بل وتشعر بالرضا عن نفسك بإذن الله تعالى. مستعد؟ أخبرني أولاً أنت كيف تنظر لنفسك؟ من خلال عيني إذا نظرت لنفسي في المرآة؟ صحيح، ولكنك ترى نفسك أيضاً من خلال دماغك، من خلال خريطة الدماغ التي شرحناها مرة، بحيث أن كل موضع في الجسم له منطقة إحساس معينة في الدماغ. يعني جرب أن يلمسك أحد وأنت مغمض العينين، ستعرف أين لمسك دون أن ترى، وهذا بسبب خريطة الدماغ. نطبق على أحمد. أحمد أغمض عينيك وأخبرني أين سألمسك. هذا مش بعيدا عن المزح، هاي لمس الجن مش لمس بني آدم. يوجد حالة مرضية نادرة في الجهاز المناعي تجعل الشخص يفقد الإحساس باللمس في جسده، تخيل. مع أنه يستطيع أن يحرك جسده ولكنه لا يشعر به. يوجد شخص اسمه أيان ووترمان كان يعاني من هذا المرض. استطاع من خلال النظر لنفسه في المرآة مطولا أن يعاود الشعور بأعضائه بعد إصابته بهذا المرض، وهذا دلالة أن نظر الشخص نفسه في المرآة لها أثر كبير عليه. أبسطها لك. حاول أن تمسك رضيعا وتضعه أمام المرآة ثم اضرب المرآة بيدك. سيبكي ذلك الطفل معتقدا أنك ضربته، صحيح؟ وهذا أيضا يؤكد أن النظر لنفسك في المرآة له أثر كبير في حياتك. فيجب أن ننظر لأنفسنا بكل فخر بشكلنا وبجمالنا أيها الجميل. لكي ترى نفسك جميلا وأنت كذلك بالفعل طبق ما سأخبرك إياه، لأن نظرتك لنفسك تحدد كيف تنظر للحياة. توقف عن مقارنة نفسك بالآخرين. أبدا لا تقارن نفسك بالآخرين إطلاقا إطلاقا إطلاقا. صحيح أن الجمال نسبي، ولكن في دراسة جاء فيها أن 12% من الناس على الأرض جمالهم غير نسبي، يعني كل من يراهم من البشر يقول عنهم جميلين. هناك 12 شخص من كل 100 شخص في العالم الكل يتفق أنهم جميلين، الله عز وجل خلقهم هكذا، تمام؟ عددهم ونسبتهم قليلة جدا مقارنة ب 88% عاديين كحال أنا وأنت ربما. فعندما تقارن نفسك بشخص آخر اعلم أن الطبيعي هو أنت وليس هو، فأنت من النسبة الكبيرة 88%. وفق التحليل الإحصائي فأنت الطبيعي بهذه الخلقة التي خلقت عليها، صحيح؟ فلا تقارن نفسك بالآخرين إطلاقا. قد تقول يا ليت لو خلقني الله عز وجل من نسبة 12% التي يتفق الجميع أنهم جميلين. توقف أيها الجميل عن هذا التفكير، وتذكر أن الجمال رزق من الله. ربما هو من 12% الجميلين ولكنه غبي مثلا وأنت ذكي، فالكمال لله وهكذا. الله سبحانه وتعالى يقول هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. لا تدقق كثيرا في صور الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، لأننا عندما ندقق نجد أن الكل وسيمين ونحن لسنا كذلك، فنصاب بعدم الرضا عن أشكالنا. فكل برامج التواصل الاجتماعي مليئة بالفلاتر التي تجعلك شخص آخر، وأنت تدرك ذلك وعلى الرغم من ذلك تستمر في الاعتقاد أنهم هكذا طبيعيين. طبعا أن ترى بعض الناس جميلة من حولك سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو في الحياة الواقعية وإن كانوا عاديين في أشكالهم، فهذا أمر طبيعي لأن المحب يرى جمال محبوبه أو محبه مطلق وليس نسبي. فأحيانا نسمع عن مدى إعجاب شخص بفتاة بحيث تغزل بالليل النهارا، مع أنك لو نظرت لهما الاثنان هم عاديين جدا، ولكن هو الحب هذا موضوع آخر أحبتي في الله. فعندما تحب ترى الجمال مطلق وليس نسبي في محبوبك. كيف ترى نفسك جميلا لو سألنا هذا السؤال؟ أول شيء عزز ثقتك بنفسك. إن شعرت أنك لست راض عن شكلك تذكر أن شكلك ليس أهم الصفات بك، فأنت تملك من الصفات الجميلة شيء الكثير، وهذا شيء مؤكد بصراحة، لأن الله عز وجل قال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وإلى كل فتاة تعتقد أنها ليست جميلة، وهذا خطأ في تفكيرك عزيزتي. أساسا في أغلب الدراسات معدل ذكاء الفتيات الجميلات أقل من ذكاء الطبيعيات، تخيلي. لا نعمم طبعا حتى نبقى في السليم أحبتي في الله.
الأمر الثاني لكي ترى نفسك جميلا صاحب صحبة داعمة. أحمد، هل تعتقد أن المؤثرين على السوشيال ميديا وأنا منهم وسيمين؟ لا صراحة. في العادة الشخص يقيم جماله بناء على جمال أصدقائه، والأسوأ عندما يتنمر أصدقائه عليه على ملابسه، على شكله، على بدانته، من باب المزح طبعا هذا التنمر، ولكنه يجرحك حتى لو كنت تضحك معهم. فاحرص أن يكون لديك صحبة داعمة، وارفض التنمر ولا تقبله إطلاقا، فهذه كيانك وشخصيتك، احرص أن تكون حامل لها ولا تسمح لأحد بالتطاول عليها، فأنت كيان كامل بحد ذاتك، ولا يوجد شخص أفضل منك. واعلم بهذا الأمر أن ميزان التفاضل هو التقوى فقط. لكي ترى نفسك جميلا أيضا لا تتابع المشاهير الذين يؤثرون على نظرتك لشكلك. أجرى مبحث السعادة تجربة على فيسبوك، بحيث نصف المشاركين طلب منهم أن يمتنعوا عن استخدام فيسبوك لمدة أسبوع كامل، والقسم الآخر من المشاركين يقوم باستخدام فيسبوك كالعادة. وفي نهاية الأسبوع كان الأشخاص الذين امتنعوا عن استخدام فيسبوك أكثر رضا عن حياتهم، وكان لديهم مستويات أقل من الحزن والوحدة. والنتيجة العامة لهذه الدراسة أن مواقع التواصل الاجتماعي تزيد من التوتر وعدم الرضا العام عن الشخص وعن حياته. أحيانا صدقا تحتاج صيام عن الهاتف الذي بين يديك الآن، وفي هذه النقطة تكلمنا في حلقة سابقة أضعها لكم هنا. في النهاية أحبتي في الله، يكفي أن نعلم أن جمال الشكل ليس أهم الصفات بنا، وأن الجمال الحقيقي هو الجمال الطبيعي. وإذا وسوس لك الشيطان مرة أنك لست جميل، قل له هذه الآية، الله سبحانه وتعالى يقول: وصوركم فأحسن صوركم. شاركني برأيك في مكان التعليقات، وإذا أعجبكم المقطع لا تنسى الإعجاب به، ودمتم في أمان الله. نطبق على أحمد. أحمد، أغمض عينيك وأخبرني أين سألمسك. تمام؟ تمام. أغمض عينيك. الله، أنت عارف الزبطش. زبق. يلا آخر مرة صم. نطبق على أحمد. أحمد، أخبرني.